أنا أيوه هات أنا بتتجوز. إيش اللي صار؟ من الوقع على الأرض من الكسرة هيك؟ من أحلى علي أربط شعري ولا أخليه مفلوت؟ اللي بدك هي أنت بس بدي أختار رأيك. خليه مفلوت فلت عليك أحلى. أحلى من الرابط يعني؟ خلص بخليه. عارفة يا جولة أنا زهقانة. طيب شو نعمل ما دارك زهقانة يا سلاف؟ شو نعمل؟ شو نعمل؟ قدرت لي فكرة، منروح لبابا ونقول له أعطينا فلوس ونروح على دكان نشتري. آه والله يا سلاف فكرة حلوة كتير كتير. طب يلا نروح ناخذ من بابا فلوس. جاهز. أوف أنتوا طبعين بابا. طب منو أنا؟ بابا؟ نعم؟ بدنا نروح على الدكان وبدنا فلوس. حاضر فلوس. شكرا. تفضل يا جوليا. شكرا يا بابا. يلا اشتريوا اللي بدكم اياه. حاضر انبسطوا. وين رايحات يا حبيباتي؟ على الدكان بدنا نشتري. شو بدك تشتروا؟ حاجة. أهم حاجة تشتروا أشياء مفيدة وصحية. ماشي؟ ماشي. الشبس ممنوع. طيب؟ ماشي. لا ممنوع الشبس. تشتروا الشبس لأنه مش مفيد ومش صحي الشبس مضر. يلا روح ما تتأخروش. ماشي؟ ماشي. يلا انسي. ايش بتساوي؟ خليني لبسي. اه شايفاك من قدام. وين رايحة؟ أنا الحين أدخل الزغن. السلام عليكم. بدي أعمل شبس ماري وطعم الجبنة. وأنا بدي شبس لين طعم الشطة والليمون. تفضلي. شكرا عمي. تفضلي. تفضل. لو سمحت بدي فشار. حاضر في فشار. طب اعطيني لباكيت. تفضلي. تفضل. شكرا. عفوا. السلام عليكم. شفتي يا سلاف الفستان اللي اليوم شفناه عملت انا وياكي؟ اه شفته. فستان يونيكورن. اه. خلي ماما تشتري لي واحد زيه. خليها تشتري والله كتير حلو عجبتي. اه بشتريه على عيد الاضحى. اللبس هاي نوصل للدرجة سجلة هم خاصين الشارع سولا بالضبط وبعملوا لنا اسفلت كمان عشان نمشي عليه. اه والله يا جوليا سير كتير حلو المنطقة كمان بتصير حلوة كتير. انت حلو. اه اكتر من هيك. أخيرا بنكون نظام. إذا جاي الكهرباء موجود على الشاشة يا حبيبي. جاي الكهرباء. هي الكهرباء جاي والله لا شغل الشاشة. خطرت لي فكرة بدي أخوفها. هيكا؟ هيكا؟ يا وردي كله؟ لا مش كله فيه بس مش كتير. ايش هذا الصوت اللي سمعته؟ ايش هاد؟ مين اللي كب الشبس على الارض؟ مش انا يا ماما مش انا جوليا اللي كبتها. جوليا الاسبوع هاد فيش لك مصروف بالمره هذا هو عقابك عشان تكب الشبس على الارض. ايش يا ماما اسبوع محروم من المصروف؟ اه يا ماما اسبوع محروم من المصروف عشان تكبي لي الشبس على الارض. مش انا يا ماما سلاح. ايش يا حبيبتي؟ باكيت شبس بيدي ولا بايدك؟ يعني انا اللي كبيته؟ جوليا كتر كلام ما بديش سامعه ولا لا روحي جيبي سله الزباله ولمي الشبس فيها سامعه
وعقابك الاسبوع هتفش لك مصروف. يلا بسرعه جيب السله ولمي. ايش في؟ مال صوتك طالع انت وسلاف وجوليا؟ ايش الدعوه؟ مين كبب الشبسه؟ راحوا شاروا شبس، حكينا يا شبهين مش شاروا شبس شاروا. طيب ينكب على الارض زي هيك؟ لا بنفعش، مين اللي كبه؟ بابا اختي جوليا كبت على الارض، انا ما كبتش شيء. جوليا محرومه من المصروف لمده اسبوع كامل، ممنوع تاخذ مصروف. انا حكيت برضه نفس كلام. تمام خلص، قوم نرجع على الفرن نقعد، ابرد من هنا انا شوفه. الله لسه لا ابعد في هيك يعني كده، حرمت من المصروف اسبوع كامل ومش سامحها. والله لو ماما عرفت انه انا بسبب انكب من جوليا باكيت الشيبسي لحرمتني مده اسبوع من المصروف. بس انا شاطره على طول حكيت اختي جوليا اللي كبت باكيت الشيبس. يلا بصير المصروف الي لوحدي. الله يسامحك يا سلاف، هيك عملت فيا؟ هيك انحرمت من المصروف اسبوع كامل. وسامحني انا بجد احكي لماما اني خوفتيني، بس انا ماما ما خلتليش مجال اني احكي لها. وانا قلت لك يا حبيبتي ترمي الباكيت زي هيك، لمي وانت ساكته لمي. مات يا سلاف خوفتيني عشان هيك ادي رجعت انكب الشبس مني. وانا شو اسوي لك؟ انا يا جوليا ما بعرف شنو بدي انكب منك باكيت الشبس، واصلا انا ما بعرف شنو ماما تحرمك من المصروف اسبوع. جوالي جنب الأباجورة على الطقم. جنب الأباجورة. أنا أيوه هات، أنا بدي الجوال. إيش اللي صار؟ مين اللي وقع على الأرض؟ مين كسرها هيك؟ أختي جوليا يا ماما أخذت الجوال ووقعتها هيك يا جوليا؟ أنا أنت ما أخذتش الجوال، أنا ما لمستش شيء. يعني انت يا جوليا؟ طب عقابك ممنوع لك المصروف لمده اسبوع، بتفكر هذا حق رخيص؟ حق غالي يا ماما، سعره غالي. حرام عليك يا ماما، انت دائما بدك تحرميني من المصروف. يا جوليا انا هحكي لبابا انك كسرت الاباجوره، هخلي بابا يحرمك لمده اسبوع من المصروف. انت يا سلاف تعمل فيا كمان مش مسامحاكي. والله زعلت. جوليا انت زعلت مني؟ زعلت منك يا سلاف لان كل مره بتعمل حاجه وبتقطعها فيا. طب خلص تزعليش، انا اسف، تاني مره مش راح اعيد. يعني اذا عملت حاجه وكسرت حاجه بالدار وانت اللي عملتيها بدك تحكي انا ولا انت؟ لا بدي احكي انا، تاني مره مش راح اعيد، انا اسف يا جوليا. يعني يا سلاف بدك تقسميني مصروفك هذا الاسبوع؟ نعم يا حبيبتي، لا انا بهذا الاسبوع محتاج الفلوس. يلا سلام، ده راح الشفا عمال يشغله. الله يسامحك يا سلام.
انا بخاف. تعالي نهله. تعالي. تفضلي تعالي. انزلي بالراحة. طلعت على الكفاز قلت له بتطلع معاه؟ انا بحبها عن جد. جريتها. كيف ركبة الكفاز؟ حلوة والله. انبسطتي يعني؟ يلا عدوا عدوا. تعالي تعالي يا لانا. لانا لانا عدوا من الشوك والفرق. عدي يا محمد تعال. عشان كتير كتير يا سلاف. وانا كمان يا جوليا بدي اشرب مية. بشرب مية تحت ليك. واو بسكوت. ياي شوفي يا جوليا. شوفي يا لانا. واو بسكوت. ايش هذا البسكوت اللي ماما بتحبه يا سلاف؟ والله تلاقيه ماما صح؟ ايش رايك نفتحه؟ ما تخليش انت تفتحيه انا افتحي. واو. تعال شوفي. خذي يا جوليا خذي خذي امسكي دار تاكل. زكي يا سلاف. والله يا جوليا زكي كثير كثير. كله كله. لا بديش والله غرش. ماما تزعل منك وتحرمك من المصروف زي ما حرمتني مرتين لما انكذبت عليها. ايش؟ مين فيكم فتح باكيت البسكوت؟ جوليا. مش انا يا ماما. سلاف. جوليا انت اللي فتحتي. على فكرة يا سلاف انا واقفة شوي لي هناك وبتفرج مين اللي فتح ومين اللي اكل منه. انت دايما تتهمي اختك كذب وزور. انا لسه حصير اصدق جوليا واكذبك انت لان جوليا سمعها بتحكي لك ماما حتزعل ماما حتعاقبك وانت بس بدك تاكلي. نفترض انه تاريخ 8 يا سلاف. افترض انه انا جايباها بدي اضيف الضيوف منها صح؟ انا بحبها. يمكن انا بدي اضيف ناس جايين علي الضيوف بدي اضيفهم منها. لازم تحط دائما قبل ما تفتح اي شغله زيك تحط كل الاحتمالات في عقلك ماشي؟ ايش في؟ ايش صاير؟ ايش الدعوه؟ سلاف على طول انا شايفاهم لما فاتوا للبيت كانت هادي على الرخام هاد. راحت على طول سلاف فتحتها. شوفها شو بدها تسوي في جوليا كيف بدها تلبس التهمه لجوليا. اكلت قطعه منها وبتعطي جوليا الباكيت وبتقول لها خذي جوليا بتقول لها لا تفتحيهاش عيب يا ماما بصراحه. شو ما ردتش على جوليا ولا اقتنعت من كلام جوليا. راحت فتحتها واكلت قطعه واعطتها لجوليا. لما جت لما اقول مين فيكم فتحها بدي اشوف بدها تلبسها التهمه في جوليا ولا لا. هي على طول بتحكي جوليا يا ماما اللي فتحتها وانا شايفاها براقب فيها. لا يا بابا عيب يعني انت هيك اكلتي وكذبتي قدام اختك. هذا تصرف خاطئ مش كويس. سلاف. نعم. احنا ما بنكره انك تاكلي ولكن ماما اكيد حكت لك ممكن تكون تاريخها منهي او 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 تمام. مش كرهانين لك الاكل كلي انتو خواتك تمام ولكن الكذب خاصة ما بديش. انا ما بديش كذب ماشي اسفة بس في لك عقاب مدة شهر ما فيش لك مصروف نهائيا. مدة شهر فيش مصروف بس عشان الكذب لانك كذبتي وهذا حرام شرعا. اللي بيكذب الله بحطه في النار واللي بيكذب فيكم يا بنات
ملوش محبة في قلبي. بتعملي أي حاجة خطأ في البيت اعترفي إنه أنت اللي عملتي واعتذري. مش غلط، مش غلط لما تعترفي في خطأ أنت عملتيه، كلنا بنغلط. كلنا بنغلط صح؟ صح، فيش حد ما فيه. لهيك ما بدناش كذب، وتتهميش أختك في شغلة هي ما عملتهاش، حرام. صح. الله يرضى عليكم. إيش بدك تحكي يا جوليا؟ هي اللي وقعت الأباجورة وخوفتني وأنا قاعدة في الكنب وبطل وبحضر على الشاشة، خوفتني وانكب الشبس مني. يلا مش مشكلة، هذا درس إن شاء الله للسلاف ولا أي واحد بحاول يتهم أخوه في شغلة هو ما عملهاش وبيكذب عليه وبيتبلى عليه. تمام يا سوسو؟ تمام. الله يرضى عليك، تعال. شاطرة أنت، بدناش هذا التصرف يتكرر. طيب، شطورة. يلا وزني كلي.